بداية الحلقة كنا بنتكلم مع حضراتكم على الإشاعة اللي كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت بتتكلم عن تعطل وسائل النقل النهاردة وبكرة بسبب الحظر. طبعا احنا مهتمين ان احنا نوصل لحضراتكم المعلومة الصحيحة، وعشان كده هنروح لزميلنا رامي محمد اللي هيكون معانا في بث مباشر من داخل محطة مترو الشهداء عشان يعرفنا على حركة قطارات المترو وازاي إدارة مترو الأنفاق بتتعامل مع الزحام والتكدسات. صباح الخير عليك يا رامي. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير والصحة والسلامة على كل المصريين. يوم جديد سعيد ومشرق على كل المصريين بالصحة والسلامة يا رب. يمكن كمان من المعلومات اللي انت قلتيها وكتير كمان من المعلومات والإشاعات اللي طلعت الفترة الأخيرة عن وسائل النقل والمترو، أنا دلوقتي متواجد في موقع مهم جدا، محطة الشهداء في مترو الأنفاق. بنتكلم كمان عن شريان نقل يومي للمصريين لا غنى عنه للمواطنين، المواطن المصري يوميا لنقله لكافة الأوجه سواء عمل أو لقضاء أي مشاوير أو أي أماكن. بنتكلم عن موقع مهم جدا، لابد أن احنا نعرف كل التفاصيل عنه، كل وحقيقة وتصحيح المعلومات اللي خرجت عن مترو الأنفاق سواء إغلاق أو تعطل أو كمان ازدحام وتكدس. ومهم كمان كدورنا كإعلامي هو التنبيه على المواطنين في الجزء المهم بالمواعيد والرحلات الجديدة الخاصة بمترو الأنفاق اللي هتكون مطابقة لمواعيد بدء وانتهاء حظر التجول. كل ده هنعرفه طبعا بعد الترحيب بضيفي الأستاذ عوض الله فتحي العطار رئيس محطة الشهداء. برحب بحضرتك معانا وصباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم على كل الشعب المصري وعلى حضراتكم، وانتم منورينا في محطة الشهداء. بنور حضرتك طبعا وبكل العاملين المتواجدين. انا في البدايه هتصحح من بعض المعلومات، المعلومه طبعا عن اغلاق مترو الانفاق، عن تعطل وسائل النقل. كلمنا يا فندم عن صحه المعلومه دي، ويمكن احنا موجودين دلوقتي على ارض الواقع وفي حركه مواطنين وحركه العربات الخاصه بالقطار مستمره. كلمنا يا فندم برضو عن صحه المعلومه دي منذ الصباح. حضرتك المترو اشتغل او من مع بدايه الحظر، وكان السؤال الدائر امبارح كل الركاب وهي مروحه، المترو شغال الجمعه والسبت ولا لا؟ فطبعا كان الرد الطبيعي ان هو شغال، وحضرتك موجود في المحطه وحضراتكم موجودين، ودلوقتي الناس كلها شايفه احنا شغالين من اول الحظر، من اول الساعه 6 الصبح ان شاء الله لحد مع وقت الحظر بالظبط تماما، يعني ما عندناش اي مشكله. من المعلومات ايضا اللي يمكن خرجت على السوشيال ميديا وبعض الناس تناولتها هي خاصه بالازدحام والتكدس بالنسبه للمواطنين، خاصه في الساعات الاخيره من بدء حظر التجوال. كلمنا يا فندم عن صحه هذه المعلومات ايضا. الكلام دوت الناس خدته من الايام المباركه في رمضان، كان دايما الناس تقعد في المحطه هنا ويجي قبل الفطار القطرين ثلاثه اللي هم الاخرانيين دول، الناس تجري عشان تلحق تفطر في بيوتها. لكن في الحظر ما فيش الكلام ده، انا النهارده مفروض ان انا بعمل حسابي وقتي. المترو هنا الحمد لله بتوجيهات معالي الوزير والسيد رئيس مجلس الاداره والساده النواب وخصوصا الباشمهندس السيد الحسيني اللي ماسك الخط الاولاني، عاملين جداول، وفي الجداول بتاعتنا معمول حساب كل حاجة، حتى يعني لو زودنا شوية بيبقى احنا خايفين على المواطن. المواطن لما يخرج بره بعد الحظر طبعا الموضوع جدي جدا والناس بتتحاسب، فمعمول حساب كل كبيرة وصغيرة طبعا ما فيش الكلام دوت. ومعالي الوزير كان موجود معانا في المحطة هنا امبارح لحد وقت الحظر. ممكن يا فندم كمان من خلال التساؤل والنقاط الاخرى يمكن جمانه ناخد جوله سريعه في داخل محطه الشهداء للتصحح ايضا والتاكد، ويصطحبنا كمان الاستاذ عوض الله في هذه الجوله لمتابعه حركه القطارات والعربات الخاصه بمحطه الشهداء. يمكن كمان ممكن دلوقتي بمرورنا الى الرصيف الخاص باصطفاف المواطنين هنشوف حاله دلوقتي من التواجد للمواطنين والاصطفاف ل متابعة أو انتظار العربات الخاصة بالقطار. كلمنا فندم كمان عن المعلومات الخاصة بالرحلات، هل في رحلات زيادة؟ هل في عربات زادت لنقل المواطنين؟ طبعا من أول لحظة الفترة اللي بعد الحظر على طول هو الجدول بتاعنا معمول على يعني التقاطر 3 دقايق ونص. في قبل الحاجات ديت احنا عندنا هنا في الخط الأولاني في سكك اسمها سكك زد، سكة الزد دي سكة احتياطية مع التوجيهات في كل محطة فيها قطر لظهور أي مشكلة، غير أن زادت القطارات بتعليمات معالي الوزير ورئيس مجلس الإدارة تقريبا ما بين 6 قطارات و8 قطارات، واشتغلوا فعلا امبارح
وطبعا المواطن امبارح حس بالموضوع ده تماما، مفيش عندنا اي مشكله. يمكن كمان يا فندم اخر شيء عايز اعرفه من حضرتك حتى عشان يبقى في تنبيه للمواطنين، هل فعلا في مواعيد للقطارات اخر رحله؟ انا طبعا كان في الحديث حول ان اخر رحله بتكون 6:30 7 الا ربع قبل الحظر، كلمنا عن مواعيد يا فندم. احنا ممكن القطارات الاحتياطيه اللي معالي الوزير والسيد رئيس مجلس الاداره اتكلموا عليها ممكن تشتغل لحد بعد الحظر عشان ما فيش حد يبقى في الشارع خالص زي ما حصل امبارح. يمكن كمان دلوقتي جمانة لو هنشوف دلوقتي حركة القطارات أيضا والعربات، المواطنين دلوقتي هو بدأ فتح الأبواب للعربات الخاصة بالقطار أو هذه الرحلة المتجهة إلى حلوان اتجاه حلوان. بنشوف الآن يمكن المواطنين ركبوا طبعا العربة، وكمان دلوقتي ممكن كمان نحن ندخل ونشوف كمان الأعداد قليلة عن ما سبق، بنتكلم عن عدد خاص بالمواطنين، أعداد قليلة. يمكن كمان التهوية متاحة هنا، كلمنا فندم عن التهوية داخل برضو العربة هنا. زي ما حضرتك شايف الأعداد تمام والتكييفات شغالة، بس شغالة بنظام الهواء عشان ما بقاش في أي حاجة، والتعقيم شغال في المخازن وفي الورش وفي المحطات. اتفضل يا شباب. جمانة يمكن هو هنا الصورة يمكن تعبر أكثر من الكلام عن الوضع داخل محطة الشهداء الآن، ويمكن حركة القطار أو عربات المترو الأنفاق مستمرة، والمواطنين أيضا هناك تواجد لهم واصطفاف، وأيضا وجود العربات القدرة الاستيعابية فيها متاحة لعدد من المواطنين حتى لا يتم انتشار أي عدوى. يبقى أن أتمم أو نبعث بحالة من الطمأنينة للمواطنين أن ما يكونش فيه فزع، ما يكونش فيه قلق، يكون فيه اطمئنان أننا هنعدي المرحلة دي. المترو متاح، ودي المعلومة المهمة جدا اللي احنا نقولها لكل المواطنين، أننا أمام مشهد كبير ولنا فيه كلمة ولنا فيه موقف بإرادتنا احنا بسلوكياتنا احنا. عودة ليك مرة أخرى في الاستوديو. رامي الحقيقة بحييك على اللقاء ده، خاصة أنه صورة المترو يمكن لفت على كل مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ذعر وأثارت خوف في نفوس ناس كتير جدا، وناس قعدت يعني تشير الصورة دي بشكل هستيري، وشفنا تعليقات مرعبة. فأنا بشكرك جدا طبعا أن أنت وضحت لنا الفكرة دي، ولكن تعليق صغير واحد، شفنا طبعا التهوية وشفنا كل الجهود، يمكن كمان كان في الخلفية شفنا العمال اللي كانت بتطهر محطة الشهداء، ولكن أرجوكم الناس اللي هتستخدم المترو، شفنا طبعا التهوية وأنه التكييف شغال وكل حاجة، بس أرجوكم نلبس الكمامة بما أن احنا قاعدين في مكان إلى حد ما مغلق وفي أعداد مش قليلة دلوقتي.